الآن إلى العاصمة الليبية طرابلس، والتي تشهد اجتماع لوزراء الخارجية العرب. والكلمة الآن لنجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية. السادة الحضور المحترمون، أهلا بكم، حللتم أهلا على شعب ليبيا الذي افتقد التضامن العربي لسنوات، فأهلا بمن حضر لأجله. إخوتي، نرحب بكم اليوم في العاصمة الليبية طرابلس الآمنة المستقرة، كما نرحب ترحيبا خاص بالمبعوث الأممي السيد باتيلي الذي يلعب دورا مهما وحيويا في تاريخ ليبيا، والذي سنسعد أيضا بمداخلته بعد قليل. وأيضا الترحيب والتقدير موصول لمبعوثة الاتحاد الأوروبي السيدة وحيدة على تواجدها معنا اليوم. لقد نزلتم سهلا على أرض المختار ورفاقه المحاربين وأحفاد جيله، أولئك الذين لم يتخلوا يوما عن فلسطين وشعبها في زمن النكبة وبأيام انتفاضات الشعب الفلسطيني وما تلاها من أحداث جسام، كما لم يتخلوا عن الجزائر في زمن التحرير والثورة، وشاركوا بلدان الخليج العربي في زمن الاستقلال والبناء والإعمار. ولا تزال ليبيا على الدوام وجهة لأبناء الشام والعراق ومصر منذ استقلال ليبيا وبناء دولتها الحديثة، مروراً بالعقود التالية له للعمل ولأجل حياة كريمة مستقرة ومساهمة الليبيين في البناء والتنمية. فكانت ليبيا دائماً أرضاً لكل العرب، واقعاً وليس مجازاً. ولم يتوقف سعي أبناء شعبي على الدوام عن نصرة قضايا العرب في كل المراحل ورغم كل ظروفنا وبكل العهود السابقة. فنحن شعب لا يحقد ولا يكره، جبلنا على نصرة المظلوم، وإن أصابنا وهن وتفرقنا فإن وحدة شعب ليبيا هي أمر محتوم بالنسبة لنا، فقط هي مسألة وقت وستتحقق. إن التضامن العربي اليوم هو آخر فرص أمتنا لإيجاد بارقة أمل قد تنعش فرص استعادة النظام العربي الرسمي لثقة شعوبنا والاتجاه بها للتنمية والتفاهم والوحدة، بدلاً عن الفرقة والتضييق على مصالح شعوبنا المشتركة لأسباب سياسية تمزق أمتنا العربية. فلا مصلحة لشعوبنا في التشكيك في قدرتها على حماية ترابطها رغم كل التحديات. الحضور الكريم، إن اجتماعنا التشاور المفتوح الغير رسمي اليوم في طرابلس وبمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يتناغم مع اتفاق وزراء الخارجية العرب في فبراير 2021 على أهمية تكثيف الاجتماعات التشاورية. وقد سبق للأشقاء في قطر استضافة اجتماع تشاوري في يونيو 2021 أثناء رئاسة دولة قطر الدورية لمجلسنا الموقر، ولاحقاً استضافته الكويت، وبعد ذلك بيروت. رغم كل التحديات فظلت هذه الاجتماعات التشاورية مماثلة، لم يكن هناك دعوات لتأجيلها أو ثني وزراء خارجية الدول العربية ذات سيادة عن زيارة هذه العواصم العربية دعماً للتضامن العربي وإعادة الأمل لشعوبنا في قدرة منظومة العرب العمل العربي المشترك على الاستمرار موحدة والعمل بمسؤولية في هذه المرحلة التاريخية بالنسبة لمنطقتنا وشعبنا. نؤكد اليوم إصرار دولة ليبيا على ممارسة حقوقها الكاملة في جامعة الدول العربية التي ندفع فيها مساهماتنا الكاملة، ولا نعترف بأن يكون هناك تمييز بين أعضائها بين جهة الحقوق والواجبات، رافضين تسييس قواعد العمل وميثاق لوائح جامعة الدول العربية التي لنا بها موقع ودور تاريخي لن تناله دعوات التشكيك في قدرات ليبيا لاستضافة أشقائها. اليوم نحن نسجل فصلاً جديداً من فصول تاريخ العمل العربي المشترك، نكتب تفاصيله. وقد أصابت بعض أبناء شعبنا في ليبيا خيبة الأمل، وقد تابعوا كيف استكثر عليه البعض أن تستضيف طرابلس اجتماعاً تشاورياً عربياً قد لا يتجاوز زمن انعقاده الساعات، تطرح خلاله للحوار أي مقترحات وأجندة من الدول الأعضاء بشكل مرن
لمتابعة مستجدات القضايا العربية الراهنة أو التي تتفاعل منذ عقود. لعمري إن شعوب العراق وفلسطين وسوريا وجزر القمر وجيبوتي واليمن والسودان والصومال لابد وأنها تستعيد اليوم بكل أسف سوابق مماثلة لم تكن فيها الأطر العربية الرسمية منحازة أو متعاطفة مع قضاياها. هذه شعوب طالبت دوماً باحترام تمثيلها داخل جامعة الدول العربية وأن تتلقى دعماً عربياً رسمياً تلمسه واقعاً ملموساً داخل عواصم دولهم ومدنهم. إن اجتماعنا التشاور اليوم هو مساحة مفتوحة للنقاش حول قضايا شعوبنا وتحقيق آمالها في مستقبل عادل ومشرق للأجيال القادمة. اليوم وبدلا من أن نعلن من خلال مؤسسات جامعة الدول العربية عن نجاحنا في إطلاق رؤية عربية موحدة للتعامل مع قضايانا العربية، نجد هناك بعض المحاولات لكسر إرادة الليبيين المتطلعة لتحويل التضامن العربي مع ليبيا إلى واقع ملموس عبر استعادة الدور العربي في تدعيم الاستقرار بليبيا والمساهمة في الجهود الدولية نحو دعم مسار إجراء انتخابات وطنية بها ورعاية التحول الديمقراطي بليبيا التي تصاحبه تحديات كبيرة لا ننكرها ونتعامل معها بشجاعة وعقلانية. وقد زادنا قوة في هذا الصدد تضامن أشقائنا العرب ممن دعموا حضوري بشكل شخصي وبكل قوة في كافة المحافل العربية وبالقمة العربية بالجزائر رغم محاولات التمييز والاستهداف لعرقلة هذا الدور وفي عدم استعادة شعب ليبيا لاستقرار بلاده وحماية مصالحه وإجراء انتخابات وطنية عادلة ونزيهة. السادة الوزراء أصحاب السعادة المحترمون، إن حكومة الوحدة الوطنية حافظت على تقديم الخدمات الأساسية لكل أبناء ليبيا بجميع مناطقها وأنهى وصولها للسلطة حالة الاقتتال بينهم، ولأول مرة منذ 10 سنوات أصبحت سائر بلديات ليبيا تقدم الخدمات الأساسية لكل الليبيين، وتم تفعيل الإدارة المحلية بعد سنوات من توريط البلديات في الانقسام السياسي والحروب، وباشرنا إجراء الانتخابات البلدية على أن تستكمل الانتخابات بالبلديات التي انتهت مدة ولايتها خلال العام الجاري. كما شهد الاقتصاد الوطني منذ استلام الحكومة لمهامها تعافياً ملحوظاً مدفوعاً بجملة من الإجراءات على مستوى السياسة النقدية والمالية والاقتصادية. فعلى مستوى السياسة المالية انعكس حجم الإنفاق الاستثماري بنحو 17 مليار دينار على عودة الحياة لمشروعات التنمية التي كانت متوقفة منذ عام 2011، والتوسع في المشروعات الاستراتيجية مثل الكهرباء والطاقة وتقليص العجز في طاقة التوليد. نجحت حكومة الوحدة الوطنية أن تحافظ على تدفق إنتاج النفط وتخصيص ميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 34 مليار دينار تسهم في رفع معدلات الإنتاج إلى أكثر من مليون و4 فاصلة برميل يوميا. كما ساهمت الجهود المشتركة بين حكومة الوحدة الوطنية والمصرف المركزي خلال الفترة من استقرار سوق السلع والخدمات وسوق الصرف الأجنبي واحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن الأزمة المالية العالمية، وتمكن المصرف المركزي من القضاء على مشكلة السيولة التي كانت تواجه القطاع المصرفي، وتمكن المصرف المركزي أيضا من كل التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي اليوم، وهو اقتصاد واعد بالفرص الاستثمارية التي تمثل فرصا واعدة لمن يريد مصلحة شعوب المنطقة وأن تكون التنمية مدخل للاستقرار في ليبيا. اليوم أجدد استمرار تعهد حكومتنا بإجراء الانتخابات في ليبيا احتراما لإرادة أكثر من 2,500,000 ناخب استلموا بطاقاتهم الانتخابية. وقد نفذت الحكومة في نوفمبر الماضي محاكاة للعملية الانتخابية بحضور سفراء الدول شريكة الليبيين في دعم الاستقرار، كما تواصل التزامها بإنهاء المراحل الانتقالية والحفاظ على استقرار أوضاع ليبيا ومنع انزلاقها للفوضى التي قد تقوض استقرار دول الجوار العربي والإفريقي وكذلك الأوروبي. حكومة الوحدة الوطنية نجحت العام الماضي في تنظيم احتفالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي لسنة 2022 بعد تسمية جامعة الدول العربية لها، واختتمت ليبيا هذه الفعالية باستضافة طرابلس لاجتماع تشاور الوزراء الإعلام العرب في ذكرى استقلال ليبيا في 24 ديسمبر،
وقد شهدت طرابلس على مدار العام حضورا عربيا مكثفا لم تشهده منذ 10 سنوات. فمن مصلحة من التشكيك في قدرة طرابلس والليبيين لاستضافة أشقائهم العرب؟ إن إصرار حكومة الوحدة الوطنية على أن يكون لجامعة الدول العربية دور في دعم تعافي ليبيا مؤسس على محورية دور جامعة الدول العربية في القضية الليبية ودورها في سنة 2011 في مسألة دعم التدخل الدولي في ليبيا، فلا يمكن اليوم إبعاد الجامعة العربية عن لعب دور إيجابي في دعم جهود الشركاء الدوليين لليبيا والذي لمسوا جدية حكومة الوحدة الوطنية على إنهاء المراحل الانتقالية. وعليه فإن فاعلية وجدية الدور العربي في مساعدة ليبيا يجب أن يكون بحجم تفاعل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وشركاء ليبيا الدوليين في طريق دعم إجراء الانتخابات، وكذلك دعم جهود البعثة الأممية للدعم في ليبيا وجهود المصالحة الوطنية التي يقودها المجلس الرئاسي. إن التقدم الذي حققه المجلس الرئاسي في مسار المصالحة الوطنية في ليبيا يستحق الإشادة، وقد شاهد العالم قبل أيام مبادرة نائب رئيس المجلس الرئاسي السيد عبد الله اللافي، وقد توجت بجمع ممثلين عن جميع الأطراف السياسية في ليبيا، اجتمعوا في طرابلس المستقرة وتحت راية واحدة وبلد واحد، ناقشوا كل القضايا الجوهرية موضع النقاش والخلاف بين الليبيين، ولن يتوقف هذا المسار طالما آمن الليبيين بالاحتكام للحوار ورفض دفعهم للاقتتال مجددا. الحضور المحترمون، هناك تضامن واسع لدبلوماسيين وأدباء ورجال أعمال ومؤثرين عرب وغربيين مع الشعب الليبي والذين زاروا ليبيا طيلة السنة الماضية، تحدثوا عن قصص ملهمة وعايشوا كيف يقاوم الشعب الليبي محاولات جره للحرب مجددا، ولمسوا إصرار الليبيين على المضي قدما نحو السلام. هذه السردية التي يدعوكم اليوم بأن تطلعوا على تفاصيلها من خلال حضوركم وزيارة طرابلس، وليست تلك السردية السلبية التي تحاول تنميط الحالة الليبية على أنها حالة حرب مستمرة ونزف متواصل للدماء. لا تصدقوا تلك القصص السلبية المرعبة التي تصف طرابلس أو ليبيا بأنها أرض حروب ودمار، في محاولة لتكرار رسم الصور السوداوية والسلبية التي رسمت لعقود لعواصم عربية أخرى عانت محن وأهوال وحروب وتعقيدات سياسية، بعضها تعافى ولا يزال البعض مصراً على التخويف منها. ليبيا لها وجوه جميلة وشعبها نبيل وشجاع، نكتب سوية قصة صمودنا وأملنا وتضحياتنا من أجل بلادنا ليكن لها جاذبية وأثر لكل شعوب الأرض، ولا نتجاهل التوجيه الديني بأن مثلنا كمثل الجسد الواحد إذ ما اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالشعوب لن يوقف ارتباطها أحد ولن يمنع تعاطفها مع قضاياها قرار أو ضغوط سياسية. اليوم هناك اختبار علني أمام الشعوب العربية حول مدى جدية جامعة الدول العربية والنظام العربي الرسمي في تحقيق التضامن العربي المشترك. نأمل اليوم ألا نخيب أمل شعوبنا التي ستقلق على مصيرها إن شهدت انقسام العرب إزاء مسألة تنظيمية ودعم الاجتماع تشاوري مفتوح موسع مرن بأجندة عربية جامعة. ختاماً، تأكيداً لاستقرار طرابلس وثبات خطوات الليبيين تجاه الاستقرار، يشاركنا هذا الاجتماع التشاوري العربي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد عبد الله باتيلي، هذا الدبلوماسي الإفريقي القريب إلى شعبنا وصديقه الذي لم يغادر ليبيا بعد تعيينه في منصبه إلى وجهات خارجية إلا بعد أن استمع إلى الليبيين وأقام بينهم وأعلن عن إقامته الدائمة داخل ليبيا على عكس مسؤولون أمميون سابقين. هذا التوجه الفريد قطع الطريق على من يحاول أن ينقل صورة دائمة القتامة حول ليبيا ومستقبل التحول الديمقراطي بها. أدعو جامعة الدول العربية إلى دعم جهوده الرامية لتفعيل دور البعثة الأممية لدى ليبيا في اتجاه تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية بليبيا بشكل سلمي. أود أشكركم مجدداً على حضوركم واستماعكم لكلمتي، وقد حرصت أن أكون واضحة
ومعبرة عن عدالة وقوة حق الليبيين في استعادة دورهم في محيطهم العربي. مسؤوليتكم التاريخية تجاه أشقائكم في هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا. شكرا جزيلا. إذا تابعنا وإياكم مشاهدينا الكرام انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب في طرابلس، والكلمة قبل قليل التي كانت لنجلاء المنقوش وزيرة الخارجية في حكومة عبد الحميد الدبيبة.